إلى عالم سباحات مراسلنا بإسطنبول الذي انضم إلينا إلى التو. علام، أطلعنا أنت على سير الزيارة حتى الآن وما يتضمنه برنامجها. بالفعل كوثر، الآن بدأ الاجتماع الثنائي بين الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وبين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقر الرئاسة التركية في القصر الجمهوري، ويبحث هذا الاجتماع كل الملفات بما يشمل العلاقات الثنائية في كل المستويات وتحديدا في الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. بعد هذا الاجتماع الثنائي سيكون اجتماع بين وفدي البلدين برئاسة الشيخ محمد بن زايد عن الجانب الإماراتي وعن الجانب التركي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وخلال الاجتماع بين الوفود سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والتجارة على وجه التحديد، بالإضافة إلى اتفاق ما يتعلق بقطاع الصحة إلى جانب هذه الاتفاقيات. وخلال ساعات المساء سيكون هناك عشاء رسمي أو استقبال عشاء عمل رسمي على شرف الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له. الكل هنا في تركيا يترقب هذه الزيارة كوثر، ونتحدث كيف تتابعها وسائل الإعلام ومختلف أيضا الأوساط السياسية داخليا في تركيا، وما قد تعود به كإيجابيات على المصالح التركية خاصة الجانب الاقتصادي؟ بالفعل كوثر، الكل هنا يترقب هذه الزيارة بمختلف الأطراف السياسية، سواء كتحالف حزب حاكم، حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، والحكومة التركية والرئاسة التركية، كلها يعني تنظر بإيجابية إلى يعني هذه الزيارة الهامة جدا في هذه المرحلة وهذا التوقيت على وجه التحديد، بالإضافة إلى الطرف الآخر وهو المعارضة التركية، حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وأحزاب المعارضة التركية الأخرى أيضا تجمع وتتفق مع الحزب الحاكم وتحالف الحزب الحاكم على أهمية هذه الزيارة وتنظر إليها بإيجابية، على اعتبار أنها ستشكل مرحلة أو بداية لمرحلة جديدة في طبيعة العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي، أخذا بالاعتبار التوترات التي كانت قائمة بين الطرفين في السنوات الماضية بسبب عدة ملفات، من بينها ما يتعلق بملفات إقليمية سوريا والملف الليبي على سبيل المثال. الجانب الاقتصادي سيكون محور رئيس جدا في هذه المحادثات، والكل هنا في تركيا يترقب، نتحدث عن وسائل الإعلام التركية على اختلافها تترقب هذه الزيارة والاتفاقيات التي سيتم توقيعها ونتائج هذه الاتفاقيات على الاقتصاد التركي. نحن نعلم أن الاقتصاد التركي يواجه حاليا ظروفا صعبة، وتحديدا نتحدث عن تراجع قيمة الليرة أو العملة المحلية التركية بشكل كبير مقابل العملات العالمية اليورو والدولار، وهذه الزيارة ستؤدي بحسب كل المراقبين في تركيا إلى استثمارات إماراتية في تركيا ستكون بالحد الأدنى 10 مليارات دولار يعني بمختلف المجالات، وهذا سيدعم الاقتصاد التركي إلى حد كبير، وبالتالي من هنا تأتي أهمية هذه الزيارة على وجه التحديد في الجانب الاقتصادي. وفي الجانب السياسي أيضا هي مهمة جدا، أخذا بالاعتبار يعني جدلية العلاقة بين أنقرة وأبو ظبي في الفترات الماضية، وهذه الزيارة اليوم وهذا الاستقبال الكبير الذي حدث قبل قليل للشيخ محمد بن زايد في مقر الرئاسة التركية يدلل على أن الجانبين معنيان تماما بتحسين العلاقات والذهاب إلى مرحلة جديدة مختلفة عما كانت عليه، ومن هنا تأتي أهمية هذه الزيارة بحسب كل المراقبين في تركيا على اختلاف توجهاتهم السياسية، بأنها زيارة يصفونها بالتاريخية وتحمل أهمية استراتيجية سواء في العلاقات الثنائية أو على ملفات إقليمية ودولية مختلفة تهم الجانبين.